أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على تدشين مركز لإيواء المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. هذا المركز سيعزز من قدرات المصالح الاستشفائية من التحكم بالحالات المشتبه في إصابتها بذات الفيروس الخطير. وطنية، وبالتالي يجب على الإدارة الصحية أن تقوم بواجبها، وهم الأعوان هذا أعوان الإدارة الصحية يقومون شاكرين لهم بهذا العمل بالقيام بواجبهم، ونشجعهم على الوقوف أمام هذا المرض اللي أصبح له بعد عالمي وليس فقط مرض على مستوى وطننا. فكل العالم حتى أكبر قوى متطورة في العالم مصابة بهذا الوباء، ويجب إذن أن الرأي العام يكون يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع، ونكون واعيين بأن أي إنسان مهما كانت المكانة نتاعه هو قد يكون مصاب بهذا المرض. لذلك حذاري حذاري حذاري.